ديال قانون، هو مشروع قانون 2022 ماشي مسودة قانون الإخوان، لأنه في البلاغ ديال مجلس الحكومة ديال 19 مارس، وأنا راه كتبت عليه نهار 19 مارس، غير الإخوان الناس ما انتبهوش. أنا يمكن من السياسيين القلائل اللي نهار 19 مارس من تبرمج في مجلس الحكومة درت عليه تدوينة ودرت عليه تساؤل وقلت شنو هذا الشيء، وراه هذا الشيء ما يمكنش يتناقش في هذه المرحلة. هذيك الساعات ما انتبهوش الناس، حيت الناس ديما خصها تكون شي ضجة كبيرة عادي نتابعوا، وما إلا انتبهت لهذا القانون من البداية راه باقي التدوينة ديالي كاينة في الفيسبوك في لو 19 مارس. ما بقاش مسودة قانون، هو مشروع قانون، لأن الصيغة كتقول تمت المصادقة عليه، المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التقنية واللجنة الوزارية. اللجنة التقنية كيكونوا فيها الأطر ديال الوزارات، كيمشيو كيشتغلوا كيخدموا. اللجنة الوزارية كيكونوا فيها الوزراء بالصفة، وراه دابا بان بأنه اللجنة فيها الأمين العام للحكومة اللي بصفته المستشار القانوني للحكومة، وزير العدل اللي هو صاحب المشروع ودار له التقديم، وزير الدولة في حقوق الإنسان اللي قدم ملاحظات، وزير الشغل والدمج المهني يمكن بالنظر لا توندونس جوريديك اللي عنده كمحامي، وداك الشيء والملاحظات اللي تارها تما تركيبة اللجنة دابا راه كنعرفوه. شوف الإخوان، أنا ضد هذاك التدبير ديال مجلس الحكومة، أنا أعتبر أن هذاك التدبير ديال مجلس الحكومة غلط وماشي هو هذاك. علاش؟ لأن أنت منين عرضتي قانون برمجتيه على وجه الاستعجال في مجلس حكومي، وبان لك بأن فيه اختلافات كثيرة بين الوزراء وباقي لم يتم الاتفاق عليه، كنتي تأجله تقول سنؤجله إلى حين أخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات. وهذا الشيء راه دار مع مشاريع قوانين متعددة، دايما العادة والعرف والتقليد في مجلس الحكومة أنه يتم تأجيل مشاريع القوانين اللي كيبان في النقاش ديال المجلس الحكومي في التداول ديالو اللي هو تداول سري على أنها غير ناضجة، ومازال ما بلغت الإجماع ديال الوزراء باش منين يخرج القانون تحمل الحكومة في تضامنها المسؤولية السياسية والحكومية ديالو من طرف جميع الأحزاب. عمليا هذا الشيء ما دارش، الناس باقيين مختلفين وصادقوا، وعاد قالوا أرى غتجي اللجنة غتاخذ بعين الاعتبار الملاحظات. لا أفهم هذه الصيغة، أنا أعتبر بأنها صيغة ماشي هي هذيك، ونظرا للتفاعل اللي وقع ما كنسميهش تسريب، كنسميه شي حد تحمل مسؤوليته وخرج المعلومة كما يجب أن تبلغ الناس، لأنه إحنا صادقنا على قانون الحق في الحصول على المعلومة، وفيه بأن مشاريع القوانين خصها تنشر استباقيا قبل مناقشتها في مجلس الحكومة في إطار استشارة عمومية تسمع من خلالها الآراء ديال الناس، مشاريع القوانين ومشاريع المراسيم. هذا الشيء ما تمش، تم التكتم بطريقة إرادية غير معقولة على هذا القانون، ما دازش ما تنشرش، ما ساق له حتى واحد الخبر، داز في المجلس الحكومي وضربوا الناس عليه الطم رغم الخطورة ديالو رغم الحساسية ديالو. إلى تاك واحد الموضوع اللي ماشي سهل ديال مواقع التواصل الاجتماعي، الشبكات الاجتماعية، التفاعل ديال الناس، حتى خرج ما سمي بالتسريب وتار نقاش، وبدينا كنقولوا لا شكون اللي سرب وعلاش سرب. لا ماشي هذا هو السؤال، السؤال هو علاش هذاك المشروع اصلا داز بهذاك الاستعجال، وعلاش في مذكرة التقديم ديالو درنا فيه بأنه ارتباطا بالحالة الطارئة وحالة الطوارئ الصحية، وبغينا ندوزوه في هذا السياق رغم أنه ما عنده علاقة بطبع الاستعجال، إلا إذا كان في نيتنا أننا نجلسي وندوزوه إن أبيرسيو بالنظر إلى الطريقة المشي هي ديك باش كيشتغل دابا البرلمان، كل شيء مزروب ما حاضرينش الناس، ممثل عن كل فريق، أرا ندوزوا هذا الشيء في لا شيء معقول، غير ممكن ماشي معقول، منهجية غير سليمة غير ديمقراطية، يتحمل فيها المسؤولية من يتحملها. أنا مش ما عندي غرض، ولكن أنا كنتمنى وقلت هذا الشيء باش أولا الحكومة تسحب هذا القانون ما تدوزوش البرلمان، ثم أن الحزب ديالنا يدير موقف يخرج يقول ما ينحاز الحرية التعبير ديال الناس. ولا لاحظتوا هذا المشروع القانون راه فيه أمور مزيانة، ولكن راه كاينه في مشروع قانون في القانون الجنائي وفي مدونة الصحافة وقانون الصحافة والنشر، وممكن نديروها في قوانين أخرى بحال داكشي اللي كيهضر على حماية القاصرين من الاستغلال الجنسي باغ انترنت، حماية الناس من الابتزاز الجنسي، شي كيسجل شي وكيبدا يدير الابتزاز ولا كذا، صناعة المتفجرات وتنشرها وتبينها الخطر اللي ممكن تشكله في تهديدات إرهابية وغيرها، التشهير نشر الأخبار الزائفة كذا، هذه كلها راه ما كاينش في الفيديو جوريديك في المغرب، ما كاينش بخصوصها فراغ قانوني.
مغطاة، كاينة في القانون الجنائي وكاينة في الصحافة، في قانون الصحافة والنشر وكاينة في قوانين أخرى. وإلا عندنا فيها فراغ على مستوى التكييف أو لا على مستوى التجريم، ممكن نعدلوا هاد القوانين، ماشي نجيبوا قانون آخر جديد نديروا فيه هاد المقتضيات اللي كتبان مزيانة وعليه ونجلسيو فيها، ولا ندسوا فيه شي أمور متعلقة بعقوبات زجرية حبسية ثقيلة غير متناسبة حتى مع ما يمكن توصيفه بالجريمة. واش الواحد إلى دعا إلى مقاطعة سلعة ولا عبر عن منظوره السلبي من السلعة، ها ولا تكلم في شركة المساهمة وفي الأبناك والإذاعات اللي كيديروا فيها الناس نظن حبسوه، قد تبلغ العقوبة 3 سنين ولا 5 سنين. ماشي معقول، ماشي معقول. وعلاش؟ وشنو بغينا نديرو بهذا المجتمع وهذا الاحتقان اللي غنولدوه فيه؟ شكون اللي غيعالج النتائج ديالو؟ راك كتزمت الناس وكتقمعهم وما كتعرفش هادشي فين ممكن ان يؤدي بك. الناس اللي ما كيديروش افعال مخالفة للقانون، ما كيعرقلوا نشاط اقتصادي، ما كيدخلوا بالعنف باش يسدوا شي اوزين، ما كيتكلموا كيقول هاد السلعة اللي كنخلصها راه من انا بان ليا ماشي هذيك، غتنوض تحبسوا كومون سا سفي زعما، كي غنديروا لهاد الشيء هذا؟ فانا كنتصور بان الحزب يجب ان يكون له موقف حازم من انه خصو ينحاز بوضوح الى حقوق ماشي حنا اللي غنجيبوها المغاربه، جابها لهم الدستور، جابها لهم الدستور ديالهم، وجابتها لهم دي كونفونسيون اللي وقعناها في لا ماتيير ديال حقوق الانسان وديال حريه التعبير. فهذا الموقف، وانا كنحيي الاخوان ديالنا والاخوات ديالنا المناضلين، عموم المناضلين والمناضلات اللي ما يمكن الا يديروا شي حاجه كتشبههم، هي الانحياز لحقوق الناس، حقوق الحريه، هادشي كيشبه وينسجم مع مناضلي ومناضلات حزب العداله والتنميه، والقياده ديالهم خاصها تلتقط الاشارات وتلتقط النبض ديالهم، والمؤسسات ديال الحزب حتى هي دير خدمتها ويحضروا الناس في نقاش اعتبره نقاش إيه.